أتعرف ما الذي أخر الزحف الفرنسي في شمال إفريقيا عن تحقيق غايته؟ جامعتان، الأولى هي الزيتونة وهي أم الجامعات الإسلامية، والثانية القرويون وهي بنت الزيتونة، لأن الزيتونة هي التي كانت أصلا للقرويين كما كانت أصلا للأزهر، فالأزهر حديث العهد بالنسبة للزيتونة. ولكن كما قال أحد الدارسين، قلاع ثلاثة كانت سببا في الحفاظ على الإسلام: الزيتونة والقرويون والأزهر. كيف استطاع هؤلاء أن يحفظوا على المسلمين إسلامهم؟ بما أشرتم إليه من تلك الصلة التربوية الخاصة التي كانت موجودة، هل يجوز أن ننقطع عن هذه الصلة أو أن نعدمها أو أن نقضي عليها؟ لا، ولكن الذي ساعد على أن تكون اليوم باهتة وغير واضحة وفاترة وغير نشيطة هو فقدان الدور الأساسي بالنسبة للبيت. لأني قبل أن أنتقي الشيخ الذي أتأثر به وأستفيد من تربيته ومن توجيهه، أتأثر في بيتي بوالدي وبوالدتي وبإخوتي الكبار. التربية البيتية المنزلية انعدمت، والروح الديني في البيت انتهى، وأصبح السلطان الفكري العمالي الذي نعرفه في القرى التي لا يشغلها إلا العمال على الطريقة الأمريكية، لا أريد العمال العرب أو المسلمين، هذا التفكير الذي كان سببا في طفرة حضارية لها جوانب خيرة ولها جوانب سيئة. جوانب خيرة هي الجوانب المادية، والجوانب السيئة هي ما أتت به تلك الحياة الجديدة من أسواء وأمراض وأدواء أخذناها عن الغرب ونحن فرحون مستبشرون كأنها من الخير كله ومن العطاء والبذل ومن الحضارة والمدنية التي نريد اليوم أن نسابق فيها الغرب. وكما قلت قبل حين، نحن مخطئون لأن الغرب أخذ يتراجع، ونحن نقلد الغرب في ماضيه لا في حاضره. هذه أولى. الأمر الثاني، أنا لا أقول بأن هذه التربية فقط هي المفيدة، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم افعل أو لا تفعل وإقراراته وسلوكه الشخصي نحن مأمورون باتباعه، وهو إذا كنا نريد أن نجاري كلام الفلاسفة هو المعلم الأول. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول، هو الذي هدانا السبيل، هو الذي زكى نفوسنا، هو الذي نفخ فينا من هديه ومن أدبه ومن فيض معارفه التي تلقاها عن الله، فهو مبلغ من جهة وهو مربي من جهة أخرى، وقد أمرنا القرآن الكريم بأن نتبعه، وأمرنا رسول الله بأن نتبعه. والاتباع للرسول ليس في القول ولكن في السلوك، وعندئذ التربية التي دعوتم إليها هي التي دعا الله إليها، هي التي دعا إليها لها رسول الله، هي التي دعا لها الأئمة في كل عصر.